أهلا وسهلا بكم، سأصحبكم أنا محمد بن يحيى عسيري وفائز منجحي إلى قرية دبسة لنتعرف على الطريقة التقليدية لاستخراج الملح. في الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية وفي محافظة البرك التابعة لمنطقة عسير تقع قرية دبسة. هنا على ضفاف البحر الأحمر يتسابق شباب القرية لعادة موسمية عتيقة ليحكوا قصة قديمة قدم إنسان هذا المكان، إنها قصة الملح. الملح تلك المادة الأساسية التي لا يستغني عنها الإنسان، هنا في قرية دبسة تتجمع مياه البحر في فترة المد لتكون بركا واسعة منفصلة عن البحر، ثم مع انحصار الماء وتبخره بفعل درجات الحرارة تبقى هذه البرك مليئة بالملح. وهنا يأتي دور الإنسان فيتم جمع الملح على هيئة كثبان ثم يعبأ بعد تصفيته في أكياس معدة لهذا الغرض. ويتم بيعه في نفس الموقع بأسعار زهيدة مقارنة بما يعرض في الأسواق المحلية. ويمتاز هذا المنتج بسعره الزهيد وكميته الكبيرة، وتلجأ العائلات إلى نشره في البيوت وإعادة غسله أحيانا للتأكد من صلاحيته للاستخدام ومراعاة لقواعد الصحة العامة. إلا أنه وبعيدا عن هذه التفاصيل يبقى موسم إنتاج الملح في قرية دبسة مهرجانا وموسما للفرح وتجديد موروث لم ينقطع لأجيال عديدة. لبرنامج أنا الشاهد قناة البي بي سي، كان معكم محمد بن يحيى عسيري وفايز منجحي، قرية دبسة جنوب المملكة العربية السعودية.